السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنقول لشات جي بي تي يعمل لنا مقارنة بين سامسونج وايفون. فيبدأ يعمل المقارنة. طب ممكن أقول له مثلا بين ماركة وماركة، تمام؟ يعني أنت عارف ماركتين مش عارف تشيل أي واحد فيهم، فهو يقول لك المزايا والعيوب. طب ممكن أقول له إيه؟ قارن لي بين، وأدي له رابط بتاع سامسونج جالاكسي اهوت كوبي، واجي هنا اقول له قارن لي بين، ونشوف موبايل تاني. دوت مثلا بتاع جوجل، واقول له خد التاني دوت، قول لي ايه الفرق بينهم. بدأ يقارن بين الاثنين، بس ما دخلش في التفصيل. فانا ممكن اقول له قارن لي بين، اجبره بقى سامسونج قارن بين ومثلا ايه تاني، عايزين حاجة كونستانتين تي سي ال. بدأ يقارن بين التليفونين اهوت، والمواصفات وبيدعم والحاجات دي كلها، تمام؟ فأنا كده استخدمته في إن أنا أقارن بين أي منتجين، سواء بقى عربيات، سواء كذا، سواء كذا. هو يبدأ يعمل لي